وفي الجبهة الاجتماعية أيضا خرج العشرات من سكان بلدية بين الويدان بولاية سكيكدا في حركة احتجاجية أقدموا من خلالها على قطع الطريق الوطني الرابط بين سكيكدا وجيجل باستعمال الحجارة وإشعال العجلات المطاطية، احتجاجا على قرار منح حصة 20 مسكنا اجتماعيا لفائدة ضحايا الإرهاب، مما أثار غضب المحتجين الذين طالبوا والي الولاية بالعدول عن قرارها. التغطية كانت للزميل سعد زكاري. نطالب معالي وزير الداخلية والوزير الأول بإلغاء قرار الوالي القاضي بحرمان سكان بلدية بالويدان من السكن الاجتماعي وتحويله إلى فئات أخرى، مع العلم أن هذه البلدية لم تستفيد منذ مدة من السكن الاجتماعي ولها الكثير من المواطنين محرومين ويعانون من أزمة السكن. واحد ساكن في شمبرة، واحد ساكن في كوري، واحد ساكن لهوالك في الديار مع بالاجتماعي في كراجات، ها نطالبوا حتى البناء الريفي، البناء الريفي ويتعاود. يديو 4% تاعهم ما يمدلهمش 20%، ما يمدلهمش 20 دار، وحنا كاين حتى اللي ساكن في كراج هنا. ولكن حنا نشوفوا ديما الوضعيه المزريه تاع الناس، نشوفوا الوضعيه المزريه. اذا كان هذا قرار جاء من فوق، قرار اللي حنا ما نقدروش نعلموا به او ما نقدروش ندخلوا فيه، لان صفتنا او مكانتنا ما تسمحلناش باش ندخلوا في امور خطيره. نطلب من هاد الناس يتعقلوا ان شاء الله، والخير راه كاين، وبربي ان شاء الله نساعدوهم، الخير راه كاين ونساعدوهم. وفي موضوع ذي صلة، خرج عمال شركة الجنوب الغربي للبناء بوحدة ولاية البيض في وقفة احتجاجية أمام مقر الوحدة، مطالبين بدفع أجورهم التي لم يستلموها منذ 14 شهرا. المحتجون أكدوا أن الوضعية أزمت حياتهم الاجتماعية وعجزوا عن توفير مختلف الحاجيات المنزلية. ميكروفون محمد بن هركال. أنا راه عندي زوج أولاد، راه موينا واحد محروق وواحد راه معوقة، ما لقيناش ما نفوتوا عليه، كي نديروا لها احنا؟ دروك اليوم لحقتنا الكروشنا، ماهوش حتى نروحوا للسبيطار ولا الحي، هذاك السبيطار نضلوا نطلبوا. والناس قارقه قد لا تبات بلا عشاء، ماهيش لاقيه وين تسكن، زاكينها من الكريه، خرجينها من السبيطارات، هي هذا. واليوم يتكلم لك المدير العام المسؤول في صوباتي الاول، يقول لك انا انت يا خويا ما على بالي حتى بحاجه. راسلنا المسؤولين، درنا محاضر مع البرلمانيين، مع رئيس المجلس الشعبي الولائي، مع رئيس البلديه، مع المدير العام صوبات.